اول مغربي اول مغربي رئيس رئيس غيصور فيلم في روسيا. لم نرين علاش درتيه بالدارجه، علاش ما كنتش كتصبازيخ، علاش كنسحقوا منح ايمانا يقينا بانه في اخرها بلد التنين راه دينين، واش شتي داك الفيلم ديال داك الشح اللي دار الفيلم في روسيا. اون فان دو كونت كي كادير كي كنبدا غنكين، ولكن ارون تيليغ ميت ملي تبون الانترنت دغيا بدا سميتو ان زوغ اينو قنحت السنة في السبان، لانه الحلقه 4 راه تسلم علاش يعني غير سميتو سلام الدارجة. فشكرا ميت ملي تبون بين الضيق غلق الفنسي بين الحقد بين بزاف الغوشيمين بين بانه نكني ورد عواني نغادنا كنتكر غبنا دابا الخير غنظن كيف كما زيغت ستار والو ستار والو ستار والو سما غاسل تسمون كنازي البخير يتسمر دي تفاغ غرفاك هاي التالي يضغن بك غرفاك يفاغ غناس غرفاك يتاهي زويدا يا الحسين ولا سعيد ولا سعيد ولا سعيد ولا ابراهيم يتو تمازيخ هاي دي تسمون كي عمس الانترنت ولكن كما زيد مسرا على النضال وسأناضل دائما من اجل غرفاك تغريبي في روسيا راه هي العمل ان شاء الله اللي راه يشرف تمازيرته وهذه السقسيه اللي هو 10 مني علاش اللي حتفتي فرنسا كيسكت العرض ما بين النقاب الاول واش هربتي واش تهربتي من الصحافه ديالنا لا نكون انا نخدم على حسب العرض والطلب نكون نفتح نصور كان لنا شيء فرنسا لما قال غير كرامي لاول مره انا غنسن وجوج سنين انا راه شي بني مغربي لان كنسن المغاربه توك نسلو بين المغاربه افنا غنكيد كريم جبران خدمت هي الطريقه يقدر غان ما كي غاتس كان نغوي بروبوزي فلان حنا نعاود العرض الاول ندار مرحبا بكم نكوني غير نسيت ديك الكاميرا 100 عام هاد ما قالت المسؤول غير يا الميزه الجاج فيمي غادي نوصل صراحة مدة 26 عام هذيك القضية الأمازيغية سيفنينو اكسن واش قلت لك راه الالتفات الزبي اكسن او تفاتي غاز اتساع تفاتي غاز اتساع من كيما جديد ايو تفوت الريال تسدي غرفة غاز اتساع فاذا هذا ما كان طربش من الصحافة من هنا بالعكس العرض يشكي الزغين يشكي هذا الزغين على اساس العرض غماز لفرنسا فراغ غير العرض ولكن تلقى العروض ديال اللي ناس كرهوبا ديال اللي ناس كرهماز غماز المغرب ككل رسي صدور انا نتمنى ان شاء الله المغامرة اللي مرتشي ثانيا هذه امكانيات شخصيا ولله ماذا غيعاون جوست بان انستون الى السيد اللي تحيي غسالي ذات سي محمد يحيى اللي بدنا يتقاتل ماديا ولحدود الساعه مازال كيتقاتل معنا وغادي معنا ولكن نحن مصرون على ان هذا البروجي هذا غادي نخرجوه ان شاء الله وكنتمناو ان تدعمونا ولو ببارطاج ولو ب سي عبد الرحيم خرازه